نقدر نقول طبعا ان من اول ما الثوره رفعت شعار عيش حريه عداله اجتماعيه، كان الهدف الاساسي شيل العبء عن الطبقات الكادحه اللي كانت وصلت قبل رحيل مبارك لحالات صعبه جدا في المعيشه. فكان حلم العداله الاجتماعيه حلم اساسي جدا عند الناس كلها الحقيقه. والناس قامت بالثوره، لكن اكتشفت بعد شويه ان المحور ده غايب من اول وزاره عصام شرف لغايه وزاره هشام قنديل. النظام لم يطبق أي من المطالب الخاصة بتطبيق سياسات العدالة الاجتماعية لعدة أسباب أو لثلاث أسباب تحديدا. السبب الأول أنه لم يكن هناك وضوح للرؤية الاستراتيجية تجاه طبيعة المشكلات وكيفية حلها على الإطلاق، لا بالنسبة للمجلس أعلى القوات المسلحة ولا الحكومات المتعاقبة، بدءا من حكومة عصام شرف أو ما قبله أحمد شفيق وعصام شرف حتى اليوم. ده عنصر رئيسي يؤدي إلى ارتباك السياسات العامة وعدم وضوحها في تحقيق أحد أهم مطالب المواطنين في الثورة المصرية. العنصر الثاني، نمط مدركاتهم السياسية في التعامل مع المشكلات يكاد يطابق بالضبط مدركات السياسية للنظام السابق ورجاله. العنصر الثالث والأهم، نمط التحيزات الاجتماعية، سواء قادة المجلس على القوات المسلحة أو الحكومات المتعاقبة، تحيزاتها الاجتماعية تحيزات رأسمالية بالمطلق، لم تكن أبدا تحيزات تنتصر لصالح الفقراء وكاسبي الأجور والمرتبات وهم الغالبية الساحقة من الشعب المصري. الإطار اللي موجود في الدستور في الحقيقة بيلتف حول إلزام الدولة بشكل حقيقي بالعدالة الاجتماعية في السكن، في الصحة، في التعليم، في العمل، في حتى التأمينات الاجتماعية. لما بيجي يقول حد أدنى وقعدوا يهللوا إن هم عملوا حد أدنى للمعاشات، طب فين الحد الأدنى؟ طب الدستور خلص وتم إقراره والناس قبضت الشهر ده، فين الحد الأدنى للمعاشات اللي أنتوا بتقولوا عليه؟ لأنه المعاشات بتاخد معاشاتها من صناديقها مش من الدولة. فلو جت الصناديق وقالت لك أنا ما أقدرش أدي حد أدنى، هتعمل إيه؟ كان لازم يبقى فيه نص بقى عشان نفعل ده ويبقى فعلا عمل إضافة، إن الخزانة العامة تلتزم بتمويل الحد الأدنى في حالة عجز الصناديق عن ذلك. طبعا كان من الممكن تطبيق بعض عناصر الخاصة بالعدالة الاجتماعية اللي طالب بيها الشعب المصري بعد ثورة 25 يناير، لأنه ما يسمى العدالة الاجتماعية ليست برنامج واحد، لكنها على الأقل حزمة من السياسات، حوالي 10 سياسات متكاملة مع بعضها البعض تؤدي إلى تحقيق المطلوب فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية. برنامج للأجور والمرتبات عادل، برنامج للسكن المناسب للمواطنين، مراعاة شروط السلامة الصحية والبيئية للمواطنين، تعليم مجاني مناسب للمواطنين، رعاية صحية إلى آخره. هذه حزمة إجراءات، ليست هناك عجز موارد، هناك سوء إدارة للموارد. هو ده منطقين مختلفين في إدارة الشأن الاقتصادي والمالي في مصر. لدينا موارد كبيرة يجري استنزافها وتبديدها بصورة هائلة. على سبيل المثال الصناديق الخاصة على وذكرناها، لك أن تتصور والسادة المشاهدين يتصوروا أنه أراضي مصر كلها منذ عام 80 منحت هدية إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبيع فيها كما شاءت وتخصص منها ما شاءت، وتضع أموال إيرادات هذا البيع في صندوق خاص بعيدا عن الموازنة العامة للدولة تابع له. عمل إعادة تقييم للأراضي اللي اتباعت خلال الفترة اللي فاتت، بس بطريقة بقى شفافة وطريقة فيها علنية، مش بالطريقة اللي هم بيعملوها. عندنا 22 دولة بنصدر لهم الغاز بملاليم، المتر ب60 سنت وبستورده ب15 دولار. ان يبقى في اجراءات حقيقية على استرداد اموالنا في الخارج، مش الاجراءات الوهمية اللي دفعت وزير مجلسي الشعب والشورى قدم استقالة معلنة وقال فيها ان الإرادة السياسية بتصير بنفس الطريقة اللي كانت موجودة أيام المجلس العسكري ومش عايزين يستردوا الأموال. ده مش أنا اللي بقول ده، ده الدكتور محمد محسوب اللي قال ده. نحن بصدد سياسات اقتصادية رأسمالية موغلة في وحشيتها تماما كما كان النظام السابق، لكنها هذه المرة تتوضأ وتلبس عمامة دينية إسلامية. أنا بتوقع أنه الخضوع لرشدة النقد الدولي والمؤسسات المانحة سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد المصري، ومؤشرات الانهيار واضحة وبادية، ومفيش حد مشي على الروشتة دي ونجا. وأعتقد أن الصراع الاجتماعي هيشتد خلال الأونة القادمة أو الأيام القادمة أو الشهور القادمة يعني، وأنا بزعم أنه هيبقى مؤثر في مجريات الحكم القادم.